بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء والمرسلين. آمين آمين يا ربنا يا كريم والله أكبر في كل زمان ومكان. يقول مولانا في الآيتين هذوما: وأطيعوا الله. هذا بعد ما قال ربي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، وأنا موجودة العداوة مش في عن طريق الخمر والميسر فقط، عداوة على كل الطرق. هنا تو صنيميت، أنا مفتوح للفتن الأبواب كلها. الأمة الإسلامية اللي بقيت حقيقة الإسلامية تعلم هذه الحقيقة، أن هو السبل الفتنة مفتوحة في أي زمان وأي مكان في هذه الأيام. يقول وأطيعوا ربنا يأمرنا، لأنه يحب يبلغنا شنو يصلح بنا، هي طاعة الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله ما فماش، هذه هي أمة الإسلام الكاذبة لفوس أمة إسلاميك، ما عندهمش طاعة الله، المعصية المعصية المعصية، وما عندهمش توقف عن طلب المعصية أو ممارسة المعصية وتسويقها. رب ماشي أب، فماشي أم، فماشي رئيس مؤسسة عادة مش قاعد يمشي بسبيل معنى عدم طاعة الله وطاعة الرسول. لا يعرف القرآن وقتاش حلال وقتاش حرام، ولا يعرف الرسول الإسلام أنه رسول خاتم الرسل الكرام عليهم السلام، ولا يعترف لا بوجوده ولا بمهمته ولا بما ترك من سنة خالدة. والسلام لمن فاهمنا، نرجع إلى الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. بروني غارد، قد الرب متصل بكم وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، ويعرف سركم وعلنكم أو علانيتكم. يقول مولانا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وجات الفتنة ظهرت بالكبير وقت الخليفة الأول لرسول الله عليه السلام، الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. الحذر مما؟ هذا القرآن يبين لك أنتم تحذرون أسيادكم، هذا رئيس مؤسسة، هذا الباترون، هذا الليدا في حزب ما، وهذا ما جات خبور. وطيعوه، نعم يا سيد، نعم يا سيد، ونجيب لك من الطعام أكثر مما تتوقع منه. هذا شيء كبير، هذا شيء كبير. الأمة مخروبة في عقيدتها وفي نواياها وفي سلوكاتها، وقالك مسلمين وقاعدين نصليه وقاعدين نحجوا وقاعدين نصوموا وانت ماشي، وهو ما فهم منه شيء، عايشين في الوهم في الدليل، يعني هذيان بكل انواعه، وهو ذا اج بالتوت بسيكوز كالكسوا لور ناتيور. ولهذا احذروا اللي قالوا ربي واحذروا، راه ربي خاطب فيكم. لولا رحمته بخلقه ما كان يقول لنا واحذروا، وخاصة الكلمة هذه موجهة لنا احنا. أما هذا اللي عم يروح المسلمين في العالم عبر التاريخ من وقت الفتنة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الآن، زاد واروة ونيران وزادت وقت اللي تدخل اللي معجب بنفسه، اللي هو تقول وصل الفتنة في الأمة
إلى قمتها، رغم أن ربي وراه في ثلاث فرص كيف أن الخليفة الرابع عليه رضوان الله من هو الغالب، غالب بديني، غالب باتباعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام والتعين به، وغالب بحكمته، واقرأوا ما تركه من حكم في نهج البلاغة ووريكم الإخسارة الكبرى وقعت حين قتل الخليفة الرابع عليه رضوان الله أي سيدنا علي كرم الله وجهه. والحديث للحديث البقية إن شاء الله في أقرب الأيام، ويزم نار اللي عبر بن العاص اللي كان سيء الإسلام كان يد اليمنى، فهمني بالمئة، يد اليمنى لمن قام بفتنة المسلمين الفتنة الكبرى لقرون فتنة. معاوية بن أبي سفيان وما أدراك من الثنائية، واقرأوا التاريخ الإسلام الحقيقي وستعلمون أن ما أقوله وأسوق إليكم هو يعني شبه الحقيقة الكاملة. والسلام بالتمام والكمال علينا أمة الإسلام.